السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي في الله، مرحبا بكم معي في قناتي من جديد. إن شاء الله موضوعنا اليوم موضوع عن كيفاش أنك تسجل في الموقع، وكيفاش أنك تشارجي، وكيفاش أنك تشري من هذا الموقع. مهم بزاف بزاف. سولوني اختي راه ما كنعرفوش كيفاش نشريو من هاد المواقع وكيفاش كنتسجلوا منه. هذا هو ان شاء الله الموضوع ديالنا، هو موضوعنا اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله. الخوت اول حاجه شنو كديروا؟ بغيتوا انكم شي موقع، عندكم شي موقع باغي تبداو تشريو منه، اول حاجه شنو غديروا؟ غادي تجيو تمشيو لجوجل، داك الاسم الموقع كتكتبوا. انا غنعطيكم كمثال في الموقع وانتم اختاروا من اختاروا المواقع اللي عندكم، راه كيكون عندهم نفس الكيفيه كيفاش تسجل، نفس يعني ما كاين حتى الفرق، نفس باش كتسجلي، نفس كيفاش غير هو فاش كيتختلف في البنوك اللي كيحطوا. كاين اللي كيحطوا البنوك العاديه مثلا ديال بحال مثلا الفيزا ايكارت، بحال مثلا البنك السياج، بحال هادوك اللي كنشرو بهم. وكاين اللي كيحط البنوك الالكترونيه، اغلبيه كيقدر يشري غير بالفيزا. المهم الخوت كنديرو اسم الموقع، هو اس، انا مثلا غنختار هذا هو الموقع، انا نختار لكم كمثال فقط. يعني ملي كيطلع لك الموقع ضروري كيقولوا لك تسجيل، كيطلبوا منك تسجيل. تسجيل كيفاش؟ يعني كتجي لهنايا، يا اما كتلقيها في الصفحه الرئيسيه، اولا كتجي ثلاثه الشريطات في الجنب كتضغط عليهم. بس انا كتضغط على ثلاثه الشريطات اللي كيكونوا في الموقع، كيكون في ليك تسجيل الدخول والانشاء، يعني اولا انشاء حساب جديد، كتضغط على انشاء حساب ياك، هاني ضغط على الحساب. كيطلب منك الاسم المستخدم، بس انا غادي نحاول انني نتسجل معكم باسم اخر، واخا انا مسجله في هذا الموقع، انا غادي نحاول انني نتسجل فيها الى غيطلبوني، الى غادي يقبلوا لي نتسجل مره اخرى. المهم الخوت اسم المستخدم شنو هو؟ يعني كتختار واحد الاسم مستخدم وواحد الاسم مستعار كتختاره من عندك. البريد الالكتروني خاص يكون عندك واحد جيميل، عندك في التليفون واحد جيميل كتخدمه وعندك في التليفون. المهم الخوت ملي كدير واحد الرقم خاص يكون عندكم في التليفون، واحد الرقم الهاتف، يعني يقدر انكم علاش كيطلبوا بعض المرات، كاين اللي كيتواصل عنده شي مشكل كيتواصل في الواتساب معاهم. المهم الخوت، وكلمه المرور كتختارها من الاحرف والارقام، يعني الا جاب الله ما قبلوهاش ليك كتعاود شي كود اخر حتى كيقبلوها ليك. من بعد كدير لقد قرات ووافقت، من بعد كديري انشاء حساب. انا يقدر يقبلوا لي هذا الشيء، يقبر لي حيت انا فايت مسجله فيه. ما بغيت نشرح لكم الطريقه كيفاش تسجلوا وكيفاش انكم تاخذوا المشاهدات، يعني نفس الطريقه كتطبقوها في المواقع اللي عندكم، نفس الطريقه اللي كاينه في المواقع. يعني انا واحد الموقع فاش انا فهمت كيفاش وكلها كنطبقها في الموقع، يعني نفس الشكل، نفس السيستم، يعني نفس الحوايج، كيكونوا مختلفين غير فقط في طرق الدفع. المهم كنديروا انشاء حساب، انا الخطره ما قبلوش ليا. المهم انايا غندير انا مباشره التسجيل، ندير مباشره الخروج وندخل انا التسجيل. المهم نتوما الخوت حاولوا انكم تسجلوا، انا عندي التسجيل الدخول. المهم غير فقط انني باش انني نشرح لكم الطريقه كيفاش تسجلوا. المهم داكشي اللي كيطلبوا منا، يعني اون فوا كتدخل كتدخل لك الصفحه بحال على الشكل، كذلك اي موقع كيكون في رصيدك الحالي، رصيد المنفاق، الحالات الحسابيه، يعني كتلقى في الجنب ثلاثه الشريط، هذا الجنب هو فاش كتجي. المهم الخوت غنشرح لكم كيفاش تاخذوا المشاهدات، يعني كتختار هنايا كتلقى الاول
نفس الشكل. المهم كنوصيكم راه نفس الطريقه في المواقع الاخرى. كديروا الفئه، مثلا انا غنختار مثلا الموقع، شنو غنختار؟ مثلا انا غنجي بغيت المشاهدات اليوتيوب، كنجي لهنايا مثلا بغيت مشاهده يوتيوب اقتراحات من الطراند، يعني كنختارهم. ثانيه كيقول لك اش من نوع في هذه المشاهدات اليوتيوب، يعني اقتراحات من الطراند في المر انواع، يعني غنختار النوع، شي نوع اللي كيناسبني في الدولار وفي كل شيء. يعني مثلا انايا مشاهده يوتيوب غنختار هذا النوع ديال المشاهدات. احنا دابا قربنا. المهم خديت انا هذا النوع، جوج مشاهدات، يعني كتجي هنايا كيطلبوا لك الرابط. الخوت اللي ما كيعرفش اللغه الفرنسيه كيجي لهنايا الفوق في التليفون، راه كيقول ثلاث، كيلقى ثلاثه النقيطات. ملي كيضغط على ثلاثه النقيطات كيجي كيلقى الترجمه اولا تخادوير بالفرنسيه، ياكو كتلقاوها، كتلقاو في هاد العلامه جي، هي فاش كترجم ترجمه الا ما كتعرفوش اللغه الفرنسيه. من بعد الخوت شنو بقى لينا؟ كنجيو كنديروا الرابط، يعني كتحط شي رابط. مثلا نشوف اللي عندي شي رابط، مثلا غندير انا هذا مثلا تقريبا الرابط. كدير هنا شنو هي الكميه؟ الكميه هو العدد اللي بغيتي ديال المشاهدات، يعني العدد. مثلا انا غنختار 1000 مشاهده. المهم ملي كتكون مسالي كدير واحد العلامه، علامه هنا هي صافي. المهم كتقرا الوصف، تتشوف الوصف، من بعد كدير طلب الان. اون فوا كتضغط على الطلب الان صافي، راك كتكون شريتي المشاهدات الفيديو. خاص يكون عندك الرصيد، يعني كيكون الرصيد، يكون عندك واحد القدر ديال الرصيد هنا الا بغيتي تاخذ. مثلا عندي جوج دولار، راه ما يمكنش غيتقبل ليا، خاص على الاقل تكون عندي جوج دولار هنايا. المهم الخوت اشنو بقى لينا؟ غنمشيو لطريقه الدفع. ضروري كتجيو هنايا ثلاثه الشريطات في الجنب، كيكونوا اضافه رصيد، كاين اللي كيكون اضافه الاموال، كل واحد وكيفاش كيتكتب عنده في الموقع. المهم اضافه رصيد، كتجي كدير اضافه رصيد الخوت في اي موقع كما كان كتجيو ليه. كتلقاو هنايا طرق الدفع، طريقه الدفع او السداد، زعما كيفاش تسدد الفاتوره ديال انك كيفاش تشارجي الموقع. كتجي كتشوف الطرق الدفع اللي كاين في الموقع، مثلا نشوفوا هذا دايرين هنايا باي بال، نشوف البحث، نشوف واش كاينه شي، المهم الطريقه ما صالحش. غنجيو لهادي، انا عندي الباي بال، نقدر انني نوري لكم الباي بال. نعاودو اضافة رصيد. المهم الخوت نشوفو الطرق الدفع، كاينين بزاف هنايا. مقدار السكرين اغلبية هنا داير هو الباي بال. المهم مثلا الا بغيتي كتصيفط الفلوس، راه كاينين كيحطوا الارقام ديالهم وكيحطوا كل واحد اش من الموقع، المهم كل موقع شنو كيدير. المهم انا فقط غادي نوري لكم الطريقه المصرفيه هنا. المهم الحسابات نقلبوا على نشوف واش كاين شي طريقه الدفع اخرى. هنايا ها واحد الطريقه اخرى، بريد بنك الخوت، بالنسبه لي عنده بريد بنك راه كاين. المهم الخوت راه هذا الموقع كنشري منه، هذا اس ام املان كنشري منه، اللي باغي يشري منه راه زوين، انا راه كنشري منه وشحال من وحده عطيته ليها كنشري منه. المهم بريد بنك الخوت راه كاين، بريد بنك كاين، وكاين الباي بال، هاد جوج اللي حاطين تقريبا بريد بنك. المهم الخوت راه كاينين اخرين، الشعبي، السيح بنك، فودافون كاش، بريد بنك، هادو راه كاينين حتى هما اللي باغي. المهم غنختارو الشعبي. الشعبي اسمو الدافع، هنايا كتكتب اسمو الدافع، يعني اسم ديالك انت اللي غدفع. المقدار شحال بغيتي
مثلا انا ندير شي اسم، وهنايا المقدار شحال بغيتي، ما عرفتش شحال كيقبلوا. مثلا نديرو 20 دولار. سكرين الدافع لم يتم اختيار اي من اختيار الملف، هذه اللي اختاروها الطريقة الدفع. كتختار سكرين الدفع، قم باجراء اشعار الدفع. المهم الخوت، الطريقة ديال هذه شوية معقدة مقارنة مع الطرق الاخرى. المهم راه كاين واحد الموقع اخر غادي نوري لكم الطريقه، كيستعملوه بزاف الناس. المهم غادي نحاول نشرح فيه الطريقه الدفع ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم ان شاء الله. المهم الخوت، ها هي طريقه التسجيل في هذا الموقع والطريقه كيفاش كتدفعوا. المهم راه الطريقه سهله، المهم غير كتبعوا معلومات صافي وكتصيفطوا. المهم راه ماشي شي حاجه صعيبه، راه ساهل. اي موقع راه تقدر انك تطبق فيه نفس الشكل اللي درت انا في هذا الموقع، لانك تقدر تطبقه في موقع اخر اللي كتستعملو اللي باغي انت تستعملو تشري منه. المهم الخوت، قبل ما نسالو الفيديو، الى الفيديو القادم ان شاء الله، ما تبخلوش عليا بلي لايك وباشتراكاتكم وتعاليقكم ان شاء الله. المهم الخوت، التعاليق اللي كيصيفط لي التعاليق، ان شاء الله الفيديو القادم غادي نحاول انني نعطيكم الاجوبه ديال تعاليقكم، نجمعهم ونعطيكم اجوبه ديالكم. وان شاء الله نختموا الفيديو عن الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. الى اللقاء.